السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Basic Immune Hematology. وقلنا المقطع اللي فات إن Adaptive Immunity بتكون عبارة عن Cell Mediated Immunity وHumoral Immunity، واتكلمنا على Cell Mediated Immunity. لو جينا بقى للهيمورال اميونيتي، ودي بتكون عن طريق البي لينفوسايتس، والسيلز دي بتيجي من ستيم سيل في النخاع العظمي البون مارو، وبيحصل لها ماتوريشن في البون مارو، عشان كده بنسميها بي سيلز. والهيمورال اميونيتي بتحصل لما الجسم بيكون الانتي بوديز، وبتكون بداية الحكاية انه لما الجزء الغريب اللي دخل الجسم ده بيكون صاليبل ودخل للليمفاتيك سيستم، فتبدأ تتعامل معاه الانتيجين بريزنتنج سيلز زي ما قلنا المقطع اللي فات، ويطلع جزء منه كده على الكلاس 2 MHC اللي موجود على السيلز دي، فيتعرف عليها مين؟ الريسبتورز اللي موجودة على التي سيلز. والنوع ده من التي لينفوسايتس بنسميها هيلبر تي سيلز. بعد ما الهيلبر تي سيلز دي تتعرف على الحاجة الغريبة دي من خلال الريسبتورز اللي عندها، بيحصل لها اكتيفيشن، ولما بيحصل لها اكتيفيشن بتطلع سيتوكاينز معينة، فبتعمل ايه؟ فبتعمل استيميوليشن للبي سيلز. ساعتها تبدا البي سيلز دي لما حصل لها الاستيميوليشن ده من الهيلبر تي سيل، يحصل لها ديفرانشيشن لحاجتين، حاجه اسمها بلازما سيل وحاجه اسمها ميموري سيل. البلازما سيل دي اللي بتبدا تكون لنا الانتي بوديز الخاصه بالحاجه الغريبه دي اللي دخلت الجسم، وده بيستمر الفترة كده في الجسم. إنما بقى الميموري سيل دي زي ما قلنا قبل كده بتفضل في الجسم، عشان لو دخل الباثوجين ده مرة تانية تبقى موجودة ويحصل الإميون ريسبونس أسرع وأقوى من المرة الأولانية. وزي ما شفنا كده إنه بيحصل الانتراكشن بين السيل ميدييتد اميونيتي والهيمورال اميونيتي، وبين الانيت اميونيتي وبين الادابتيف اميونيتي. واحنا بقى الجزء الخاص بينا في الاميونو هيماتولوجي بيكون قايم في الاساس على الهيمورال اميونيتي. طيب ايه بقى الانتيجين والانتي بودي؟ اولا الانتيجين ده عباره عن موليكيول، وبيكون طبعا فورين غريب عن الجسم، وبيقدر بشكل سبيسيفيك انه يعمل بايندينج مع انتي بودي او مع تي سيل ريسبتور. البايندينج ده ممكن يحصل جوه الجسم او بره الجسم عمليا يعني. والانتيجين ده كتركيب ممكن يكون لارج موليكولار ويت بروتين، زي مين؟ زي الجلايكوبروتين، زي اللايبوبروتين، زي النيوكليوبروتين، وممكن يكون بوليساكارايدز زي اللايبوبوليساكارايدز. والموليكيول ده ممكن يكون على السطح نفسه للسيل ممبرين، او ممكن يكون في الجزء الداخلي كده من السيل ممبرين، وبنلاقيها موجوده على الفيروسز والبكتيريا والفانجاي والبلاد سيلز والاورجانز والتيشوز. عشان كده
لما بنيجي ننقل كرات لمريض، الكرات دي بيكون عليها انتيجينز مختلفة عن اللي في جسمه، والانتيجينز دي بنسميها ايه؟ الوجينيك انتيجينز. طبعا دي بخلاف الانتيجينز اللي هي موجودة عنده اصلا على الكرات بتاعته، واللي بنسميها اوتولوجاس انتيجينز. ده بقى بالنسبة لو كان الموليكيول ده لارج موليكولار ويت. طيب لو كان سمول موليكولار ويت، في الحالة دي احنا بنسميه هابتين. لانه بحجم الصغير ده مش هيحصل معاه زي ما حصل معاه الانتيجين، وبالتالي هو محتاج انه يرتبط بحاجة جوه الجسم تعوض جزئية السمول موليكولار ويت عنده دي. وده اللي ممكن نلاحظه مع بعض الدراجز زي البنسلين مثلا، والحاجة دي اصلا بنسميها ايه؟ حاجة اسمها هابتين كارير افكت. تمام، وصلت كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.